السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي أداة قوية جدا بتضيفها للمتصفح بتاعك، بحيث لما تفتح شات جي بي تي بتلاقي شوية فوائد كويسة جدا، زي إن هو ينظم لك الفولدرات اللي في الجنب، المحادثات ممكن تعمل كذا فولدر، ممكن يعمل لك مزامنة تلقائية للدردشات دي مع أكتر من كمبيوتر، تقدر تصدر الدردشات اللي عملتها مع شات جي بي تي التكست أو جوسون أو ام دي، وتقدر تعمل بن او تثبيت للرسائل المهمه في كل محادثه، وتقدر توصل لها بشكل سريع، وتقدر تشوف الدردشات القديمه او اللي انت حذفتها، وممكن تشغل وضع المتصفح الخفي بحيث ان ما يتمش تسجيل الدردشات، يعني تقدر تعمل دردشه وسجل المحادثات واقف، وتقدر تسجل بعض المطالبات او بعض البرومت بانها تفرط او مفضله، بحيث ان انت تقدر توصل لها بشكل اسرع، تقدر تعمل سيرش في السجل بتاعك والمحادثات اللي تمت قبل كده.